اهلا بكم من جديد، ودلوقتي خلونا نبدا نهارنا العالمي من عند دوري ابطال اوروبا اللي انطلقت مباريات الجوله الاولى من دور المجموعات امبارح، وشهدت اقوى مباريات الثلاثاء تحقيق باريس سان جيرمان فوز مهم جدا على ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجه هدفين مقابل لا شيء. الهدفين سجلهم النجم الفرنسي كيليان امبابي في الدقيقه 49 والمغربي اشرف حكيمي في الدقيقه 58 من عمر المباراه، وبكده بيتصدر باريس سان جيرمان مجموعة الموت زي ما سموها برصيد 3 نقاط، ويليه اي سي ميلان ونيوكاسل يونايتد بنقطة، ثم دورتموند بلا رصيد من النقاط. الفريق الفرنسي قدم مستوى مميز طوال المباراة وفرض سيطرته على مجريات الشوط الأول، ووصلت نسبة استحواذه للكرة بحوالي 70% واحتسبت ليه 10 ركلات ركنية في الشوط الثاني. سجل امبابي واشرف حكيمي الهدفين في ربع الساعه الاولى ليحسم باريس الفوز وصداره المجموعه. لسه في مجموعه الموت، والمره دي مع نيوكاسل الانجليزي العائد الى دوري الابطال لاول مره من 20 سنه، واللي احبط ميلان وفرض عليه التعادل السلبي على ملعبه في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة. الفريق الإنجليزي صمد في وجه محاولات ميلان واللي وصلت ل 25 هجمة مقابل 6 هجمات فقط لنيوكاسل. التعادل خارج الأرض بيمنح نيوكاسل أمل في إمكانية المنافسة على خطف إحدى البطاقات للتأهل عن المجموعة الأقوى في دوري الأبطال هذا الموسم. نروح بقى لحامل اللقب فريق مانشستر سيتي الانجليزي اللي حقق الفوز على حساب ضيفه النجم الاحمر الصربي ب3 اهداف مقابل هدف. حامل لقب دوري ابطال اوروبا حول تاخره بهدف الغاني عثمان بوكاري في الدقيقه الاخيره من الشوط الاول الى فوز ب3 اهداف، سجلهم الارجنتيني جوليان الباريز هدفين والاسباني رودريجو في الدقيقه 47 والدقيقه 60 و73 على الترتيب. ولحساب نفس المجموعه حقق لايبزيج الالماني الفوز على مضيفه فريق يانج بويز السويسري ب3 اهداف مقابل هدف. نروح لفريق برشلونه الاسباني اللي بيواصل عروضه الرائعه الموسم ده، وبدا مشواره في دوري ابطال اوروبا بفوز كبير وعريض على انتويرب البلجيكي بنتيجه 5-0. اهداف البارسا سجلها جواو فيليكس هدفين والهداف القدير روبر ليفاندويسكي ولاعب الوسط جافي. كمان سجل لاعب انتويرب جيلي باتيلي هدف بالخطأ في مرمى فريقه. بالنتيجة دي حصد برشلونة أول 3 نقاط ليه في مشواره بهذه المجموعة، فيما يتبقى انتويرب بدون رصيد من النقاط.